السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد إن شاء الله. هنتكلم النهاردة على ري المية. ري المية دي مهمة جدا للمشروم، عشان تدي مية كويس للمشروم تشتغل كويس والمية تبقى مظبوطة. لازم تعرف معدل اللتر المتر المربع بياخد كام لتر، لأن لو ما قدرتش تظبط المية بتاعت المشروم مش هيعرف يطلع معاك إنتاج كويس. لأن في ناس بتخاف تدي مية، وفي ناس ممكن تدي مية كل يوم. معدل المية ليها معدل معين، إن شاء الله هعرف لكم في الفيديو اللي بعده.